300 وحدة سكنية وزعت على مواطني محافظة كركوك. هذه الوحدات واطئة الكلفة والتي تم تنفيذها حسب خطة وإشراف الحكومة وتحت بند استراتيجية مكافحة الفقر. 300 وحدة سكنية وصلت إلى مستحقيها من كل مكونات كركوك. أفرحنا أنه قدرنا إحنا ويا المحافظة ويا الحكومة المحلية نكون نعبر عن صورة العدالة الاجتماعية بالتوزيع، شفافية التوزيع، وبنفس الوقت أفرحنا أنه توصل خدمتنا البسيطة اللي هي حقيقة جزء من واجب الدولة للمواطن بتوفير سكن ملائم. إدارة كركوك طالبت بزيادة عدد الوحدات السكنية في المحافظة لخصوصيتها، وأكدت على أهمية إنشاء مشاريع مشابهة أخرى من هذه المجمعات لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المواطنين. محدد بالموازنة لكل محافظة شيء معين، لكن المميز هي أنه نوعية التنفيذ، مساحة الدار هي بالحقيقة مساحة جيدة، ونوعية التنفيذ أي نوعية جيدة. احنا نأمل بأنه تزداد نسبة كركوك من سياسة الفقر، كون كركوك حالة خاصة حتى تقنع كل المكونات من كركوك يجب أن تكون هناك وفرة أكثر في عدد الوحدات السكنية اللي تبنى في السنين القادمة. إذا يكون نمشي على منهج الصحيح هو للفقير، مو يعني هي واطئة الكلفة من الفقير اللي ما عنده المحتاج. أنا ما عندها سلام لك، أنا هسه برق ابتهاج جهال ذي صورهم لا راتب، سبع نفرات برقبتي، آجار عامل يومية من الصبح للمغرب 10,000 دينار. الطبقة الفقيرة من محدود الدخل تأمل خيرا من إنشاء هكذا مجمعات لتأويهم وتزيح عن كاهلهم ثقل الإيجار. للتغيير سعدون السلطان، كركوك.